السلام عليكم. الآن سوف ندرس الأفعال باللغة العربية واللغة الكورية، وأنا أستاذة محفوظة سوف أتكلم باللغة العربية وهو كيم بومكن من كوريا سوف يتكلم باللغة الكورية. والآن سوف نتعلم أنا الأفعال. أولا يأكل، بوكتا، يدرس، بيودا، يقرأ، إيتا، يكتب، سيدا، يطبخ، يوليهادا، يغتسل، شاوهادا، يذهب، غادا، ينام، جامزادا، يشتري، سادا، يتكلم، مارادا. إلى اللقاء.